أهلا بكم إلى قصص تريندينج. البصق على المصلين فيديوهات تثير غضبا مسيحيا وإسرائيليا. لماذا يبصق يهود متشددون على مسيحي القدس؟ جدل حول بيان وزارة الخارجية الجزائرية حول النيجر. هل رفضت الحكومة الإنقلابية الوساطة الجزائرية؟ بعد ترشح السيسي للرئاسة، فنانون مصريون يعلنون مسبقا عن المرشح الذي سيصوتون له. هذه القصص في تريندينج.